ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد مع بونبوني كروشيه. المرة دي هنعمل الشنطة دي. طلبت مني كتير بعد ما عملنا البورتوفيه بنفس الرسمة. اللي عمل معايا البورتوفيه بنفس الرسمة هتبقى الشنطة سهلة جدا عليه، لأنه عارف الباترون وتعود على شغله. الشنطة ما فيهاش أي تعب، الرسمة سهلة جدا جدا، تبان إن هي كتيرة وداخلة في بعضها، لكن لو فهمت الباترون هتلاقيها سهلة جدا. عملناها المرة دي بمقاس صغير شوية، مقاس القاعدة 20 سنتي، في طول الشنطة 25. حبينا نعمل مقاس جديد للي بيحب المقاسات الصغيرة شوية. ده مش صغير، هو ده مقاس وسط حلو مناسب للي مش بيحب يشيل حاجات كتيرة. واسعة وحلوة وتشيل كتير برضو، يعني هي مقاسها اصغر بس برضو تشيل كتير. طيب استخدمنا فيها ايه؟ استخدمنا فيها 5 الوان، تقدري حضرتك تغيريهم زي ما تحبي، لاي 5 الوان انت بتحبيهم. تقدري تغيري مقاسها زي ما تحبي برضو حسب احتياجاتك، عايزة تكبريها شوية تمام، عايزة تصغريها شوية. شغلنا الشنطة دي زي ما قلنا من شوية على 5 الوان. خيط اليزا ديفا، بنشتغل على فتلتين بإبرة 2. هنقول الكلام ده واحنا بنوريكم الخيوط والإبرة والأدوات اللي احنا بنستخدمها. تقدري تختصري الألوان لو انت مش حابة تعملي كل الألوان، يعني درجتين الأصفر تقدري تخليهم درجة واحدة، مفيش مشكلة. طبعا هيغير في شكل الرسمة شوية، لكن هتفضل هي هي بنفس التقسيمة. حضرتك مبتدئة ولسه أول مرة هتشتغلي، ما تقلقيش منها، هتعرفي تعمليها. احنا هنشرح كل حاجة بالتفصيل من الصفر لحد ما نخلص. دايما في شرح الشغل او اثناء الشغل بشرح الاساسيات اللي المفروض نكون عارفينها، اللي هي موجودة اصلا في فيديوهات تانية منفصلة، بس انا بكررها تاني او بأشير اليها بلينك الفيديو اللي بيشرحها بالتفصيل. هنشتغل مع بعض، هنبدأ مع بعض، ما نخافش وما نقلقش، كل التفاصيل هتتقال وهننفذ الشنطة وهتطلع معانا بنفس الطريقة ونفس الجمال ده. خليكم معايا علشان هجيب الخيط اللي احنا هنستخدمه واقولك الكمية قد ايه والادوات بتاعتنا ايه. الخامات بتاعتنا اللي احنا هنستخدمها هما ال5 الوان دول: اللون الفيروزي، هو مش لبني قوي، اللون الفيروزي، الاحمر، الكحلي الغامق، اصفر الكناري، والاصفر اللي هو لون الزعفران ده، الاصفر الغامق. زي ما قلت لك برضو حابه تختصري في الالوان، تخلي دول لون واحد، الفاتح او الغامق، بس زي ما تحبي. حابه تشتغليهم زي ما هما، هكتب لك الكود بتاع الالوان. لو عايزه نفس الالوان هكتب لك ارقام الالوان في صندوق الوصف تحت لنفس الالوان دي، نفس الدرجات. حابه تغيريهم طبعا زي ما تحبي. ابره مقاس 2، هنستخدم ابره مقاس 2، وزي ما احنا عارفين بنشتغل ديفا على فتلتين، مش محتاجين داعم، هما 5 الوان كفاية قوي، مش محتاجة داعم. هتبقى سهلة بإذن الله. بس اول حاجة لازم تعمليها بعد ما تجيبي الخيط انك تجهزيه، تلفي كل شلة على فتلتين علشان ما تضايقكيش اثناء الشغل وما يحصلش كعبلة وتشابك للخيوط تزهقك وتخليكي ما تكمليش. في فيديو لسه نازل هتلاقيه قبل ده على طول، في طريقة تحضير الخيط وازاي ألفه على فتلتين. هجيب كمية قد ايه من الخيط؟ هجيب من كل لون شلة زي دول كده، واللون الكحلي بس هجيب منه شلة كمان، هكرر اللون الكحلي، يعني هجيب 2 من الكحلي، واحدة أحمر، واحدة فيروزي، واحدة أصفر فاتح، واحدة أصفر غامق. 2 من الكحلي علشان هزود في شغل الكحلي شوية في القاعدة، انا احب القاعدة دايما تكون الغالب فيها اللون الغامق، فهزود من الكحلي فيها شوية، وكمان داخل منه في الشراشيب والدراع فهحتاج منه اكتر من الباقي. هسيب لك برضو الكميات ودرجات الالوان في صندوق الوصف. يلا بينا نبتدي نشوف هنعمل ايه. اللي صورتها احنا عرضناها قبل كده. طيب قبل ما ابتدي اشتغل طبعا بنحضر الخيوط بتاعتنا زي ما احنا عارفين، بنختار الباترون بتاع القاعدة والباترون بتاع الشنطة. لازم ابقى عارفة الباترون بتاعي مناسب لباترون الشنطة، مقاسه ما يبقاش رسمته كبيرة ما اقدرش اخلصها، فبالتالي لما اجي اقفل تبقى الرسمة ناقصة.
ما تبقاش صغيرة قوي اخلصها واجي اكمل ما بقاش عارفة اكمل بايه. طيب المفروض اعمل ايه؟ المفروض يعني شوية حاجات لازم تبقى عيني عليها قبل ما ابتدي اشتغل. بطرون القاعدة زي البطرون ده مثلا احنا رسمناه. طيب انا اهم حاجة بعرفها قبل ما ابتدي، قبل ما ابتدي خالص، انا عاوزة القاعدة دي تخلص معايا على كام غرزة اخر سطر علشان يبقى عددها مناسب لعدد بطرون الشنطة، علشان كمان اقدر احسب وانا شغالة هقف فين وامتى. لو الرسمة معايا مش هتكمل اقدر اقفلها انا قبل ما اخلص بطريقة تبان ان الرسمة خلصت، في نفس الوقت ما تبقاش مقطوعة كده، وابقى في نفس الوقت وصلت للمقاس اللي انا عايزاه. طيب احنا عارفين بطرون الشنطة اللي احنا هنعمله ده، عديناه المرة اللي فاتت طلع معايا 32 غرزة، تمام كده؟ طيب 32 غرزة هكرره كم مرة علشان يديني مقاس الشنطة المناسب اللي أنا عايزاه؟ بحسبها، بضرب ال 32 دول في عدد تكرارات وأجرب كل عدد فيهم يجي معايا قد إيه. في العادي أنت لو بتشتغلي بديفا على فتلتين، المقاس المتوسط للشنطة اللي هو مقاس القاعدة 25 سنتي 25 26 بيطلع معاكي، ده في العادي بيطلع معاكي 240 غرزة. 240 غرزة ده المقاس اللي هيبقى 25 سنتي، يعني مجرد ما توصلي لل 25 سنتي لو عديتيهم هتلاقيهم 240 غرزة، 240 230 250، يعني الفروق دي 10 زيادة 10 ناقص، بس ده على حسب شدة ايدك للخيط. انا بطروني 32 غرزة، يبقى اكرره كام مرة؟ لو كررته 7 يبقى انا عايزة 224 غرزة في النهاية، وده العدد اللي انا رسم عليه البطرون. حابة تشتغلي بنفس العدد زي ما تحبي، حابة تزودي شوية وتكبري الشنطة يبقى وصليها ل 256، حابة تقلليها شوية يبقى عند ال 192 ووقفي. تمام الكلام؟ هنعرف هنظبط العدد ازاي، احنا هنمشي بتزايد 12، هنعرف في اخر سطر احنا واقفين عند عدد كام، بقيلي عدد كام، هزوده ازاي، ده هنشوفه لما نشتغل القاعدة مع بعض واحدة واحدة نمشيها علشان ما نتلخبطش. بس حبيت نحسب الحسبة بتاعتنا عشان كل واحد يقرر هو عايز يعمل اي مقاس، عشان لما نشتغل يبقى عارف هو هيقف فين. مش شرط ابدا تشتغلي نفس المقاس اللي انا هشتغله، اشتغلي المقاس اللي يريحك المناسب لاحتياجاتك. تمام كده؟ انا عن نفسي لما هشتغلها انا هقف عند ال 192، هشتغل المقاس اللي اقل من المتوسط شويه. حابه حضرتك تكرري تكرار زياده عشان توسعيها اكتر، هتكرري تعمليها 7 تكرارات وتوصليها ل 224 غرزه. حبها اكبر وصليها ل 8 تكرارات وخلصي القاعده بتاعتك على 256 غرزه. تمام كده؟ النقطه الثانيه، انا هعملها 7 تكرارات 8 تكرارات 6 تكرارات 10 تكرارات، هيفرق معايا في بداية القاعدة؟ هيفرق معايا في البدايات هبتدي ازاي او على كام؟ لا. هتعمليها 10 تكرارات 20 تكرار 100 تكرار حتى، بدايتك واحدة، يعني بتعملي قاعدة شنطة زي مفرش زي سجادة، بدايتك واحدة بنفس العدد. اللي بيفرق معاكي عدد الأسطر اللي بتشتغليه بتوقفيه عند المقاس اللي انت عايزاه، لكن بدايتنا واحدة. كل اللي هيشتغل معايا بالمقاس اللي هو عايزه بعدد التكرارات اللي هو عايزه في النهاية مش هيفرق معاكي في بداية الشغل، يعني كلنا هنبتدي بداية واحدة بعدد واحد لحد ما نوصل كل واحد يوصل للعدد بتاعه. هتفرق بين حد والتاني سطرين، كل تكرار بنزوده هيفرق معانا سطرين وشوية سطرين وشوية. تمام؟ يعني سطرين كاملين ب 24 غرزة وسطر فيه 8، هنفهمها دي واحنا بنظبط في الآخر، لكن كلنا هنشتغل من البداية لحد ما نوصل للعدد بتاعنا زي بعض. حضرتك هتوصلي ل 19 سطر، أنا ممكن عشان أعمل تكرار 6 تكرارات أوصل للسطر ال 16 أو ال 17، حد تاني يوصل للسطر ال 21، هتفرق بس في قطر الدايرة، لكن بدايتنا واحدة. هنقول بسم الله ونبتدي. بعد ما رصيت يا ست كل الخيط بتاعك زي ما قلنا في الفيديو اللي فات، بنلفه نحضره ونرصه في علبة او في كرتونة علشان يبقى سهل معايا، ما اجيش في وسط الشغل والاقي الدنيا متكعبلة
وتزهقني وتخليني ابقى مش عارفه اكمل. بنرص حاجتنا ونرتبها قبل ما نبدا الشغل بتاعنا. هنبدا ازاي؟ بنحضر الخيط بتاعنا، الابره بتاعتنا، بنبص على الباترون اول حاجه، بنشوف الرسمه، نحاول نبص لها، نحاول نفهمها علشان نبقى عارفين احنا هنمشي فيها ازاي، هنبدل الالوان امتى، يعني لازم تبقي فاهمه الدنيا فيها ايه. هنا الباترون بادئ معايا باللون الاحمر، يبقى انا لما ابتدي شغل هبتدي باللون الاحمر. ده معناه ان انا هشتغل باللون الاحمر، ادي عندي سطر 2 3، هشتغل باللون الاحمر لحد ما يجي السطر الرابع ادخل الازرق. لا، في شغل التابستري بتبدأي بكل الالوان اللي داخله في الشنطه معاكي، حتى لو كانوا 6 الوان، حتى لو كانوا 10 الوان، بنبدأ من اول غرزه في الشنطه لحد اخر غرزه فيها، مش لحد اخر غرزه في القاعده سوري، لحد اخر غرزه في الشنطه نفسها كله بنفس الخيط، ما بشيلش منه حاجه. طب ليه؟ علشان تخانه الشنطه كلها تكون واحده، ما يبقاش في جزء تقيل علشان فيه خيوط كتير وفي رسمه، وجزء ساده مثلا ويبقى خفيف علشان شلت الخيوط منه وشغاله بيه على الفتلتين اللي انا شغاله بيهم. لا، الشنطه تكون تخانه واحده، يعني من اول ما ابتدي القاعده لحد ما اخلص الشنطه كله، كل الخيوط ماشيه معايا، بشتغل بس بالابره بالخيط اللي عليه الدور في الرسمه، بقيه الخيوط جوه الرسمه مستخبيه، ودي اللي هنشوفه واحنا بنشتغل. اول حاجه اللون الاحمر، هبتدي ازاي؟ هنقول بسم الله، ابرتك ابره رقم 2 زي ما قلنا، والخيط ديفا على فتلتين. بنبتدي اول حاجه زي ما بتشتغلي شغل الكروشيه بتاعك، عقده البدايه اهي. انا مش بعمل دايره سحريه، بحس ان هي انت بتشديها قوي علشان تقفل معاكي، ممكن تريح، ممكن ترجع تريح تاني وتبقى عامله فتحه في وسط القاعده من تحت في الشنطه، ممكن الخيط يريح والفتحه دي توسع. انا بحب اعملها بطريقه تانيه، زي عقده البدايه، خليكي معايا بقى، زي عقدة البداية اهي. حلو كده، باخد لفة واعمل سلسلة، واخد لفة كمان واعمل سلسلة كمان. نظبط بقى الصورة علشان تركزي معايا. حلو، انا عملت قد ايه؟ عملت سلسلتين. بشتغل ازاي بقى؟ بسيب اول سلسلة بعد الإبرة على طول وبشتغل في التانية اللي هي أنا عملتها أول واحدة، ماشي؟ مش دي كانت رقم 1 ودي 2، بسيب رقم 2 دي وبشتغل في رقم 1. بشتغل فيها إيه؟ هشتغل فيها 6 غرز حشو. كام؟ 6. 6 إزاي؟ مش إحنا قلنا بنبدأ ب12 غرزة حشو؟ هقول لك بقى ليه 6 مش 12. الأول نشتغل ال6 غرز، آدي أول غرزة، الغرزة التانية، الغرزة الثالثة، الرابعة، الخامسة، وادي رقم 6. 6 غرز حشو. خلي الخيط ده تحت كده اهو، ادي ال6 غرز بتوعي. ادي اول غرزة، تانية، تالتة، الرابعة، الخامسة، السادسة. ليه 6؟ انا المفروض ابدأ ب12. انا لو عملت في الفتحة دي اللي هي غرزة السلسلة اللي انا اشتغلت فيها 6، لو عملت فيها 12 هتوسع معايا، هتوسع معايا جدا، تمام؟ فانا بعمل ايه علشان ما تبقاش واسعة، علشان ما توسعش بزيادة وتعمل لي فتحة في القاعدة من تحت في الشنطة؟ بقسم ال 12 دول بشتغلهم بس على مرتين، يعني بعمل 6 والسطر اللي بعده هعمل في كل واحده 2 يبقوا 12. ال 12 دول هم السطر الاول بتاعي، دي مش السطر الاول. ال6 غرز دول انا مش بحسبهم السطر الاول ولا بحسبهم في العدد معايا خالص. ال6 دول ما هم الا زي سلمه بطلع عليها علشان اوصل للسطر الاول، تمام؟ مجرد ما بشتغلهم وعملت فوقهم ال 12 غرزة بنساهم تماما، ويبقى بدايتي هم ال 12 غرزة، كلامي كله السطر الأول 12 غرزة. حلو؟ لو لاحظتي هنا في الباترون
هتلاقيني بدأت بستة، بعدهم عملت في كل واحدة غرزتين اهي، كل واحدة طالعة بغرزتين، كل واحدة طالعة بغرزتين، عملت فوقهم 12. قاعدة التزايد عندي مش بتقول انا السطر الاول بضاعف العدد، كل غرزة بعمل فوقها غرزتين، ده بقى كل قسم عندي كده بزود فيه غرزة، الغرزة بزود عليها غرزة يبقوا 2، بزود عليهم غرزة يبقوا 3. لو لاحظتي هنا ان دول 6، بعدهم السطر اللي بعده بقوا 12، السطر اللي بعده بقوا 24. يعني انا ضاعفت العدد هنا وضاعفت العدد هنا. اه ليه بقى؟ علشان انا الستة دول مش حاسبهم معايا اصلا، انا بدايتي اهو، بدايتي ال 12 دول، ال 12 دول هم البداية الحقيقية بتوعي. السطر اللي بعده ال 12 دول بزود على كل واحدة واحدة زيادة يبقوا 24، وابتدي ال 24 دول بزود في كل جزء واحدة هيبقوا 3، 3 في 12 ب 36. حلو. يبقى الغرز دول انا ليه ببتدي بيهم؟ علشان بس فتحة الشنطة من تحت ما تبقاش واسعة. فهمنا كده النقطة دي، ليه بنبتدي بستة الأول؟ تمام كده. طيب قبل ما أكمل وابتدي أشتغل، بحط علامة في الغرزة الأولى علشان أبقى عارفة بداية السطر بتاعي فين. أي فتلة أو دبوس، بس فتلة لون مختلف علشان أبقى عارفة غرزتي أفرقها من الألوان اللي موجودة عندي أهي. حط فتلة فيها كده أعلمها إن دي الغرزة الأولى علشان أبقى أفضل عارفاها. تمام كده. طيب وبعدين أعمل إيه؟ هعمل في كل غرزة غرزتين عشان يبقوا 12، عشان أبقى عملت السطر الأول بتاعي. قبل ما ابتديهم هدخل الخيوط بتاعتي، مش ده الكلام اللي احنا صح كده؟ اهو كل لون فتلتين، هلمهم مع بعض كده واجي نقول بسم الله، اهو هدخليهم تحت الشغل. حلو كده، علشان هنمسكهم بايدينا واحنا بنشتغل عشان ما يفلتوش مننا. طيب هعمل ايه بقى؟ اهو تمسكيهم بايدك كده ومن ورا الشغل تثبتيهم كده لحد ما تشتغلي اول غرزة معاكي، هي هتمسك الخيط منك. هندخل في اول غرزة احنا حطينا فيها العلامة في الحلقة الخلفية بتاعتها. تمام، في الحلقة الخلفية للغرزة الأولى اهي، دخلت فيها، اعدي الإبرة من تحت الخيط. تمام، الإبرة بتدخل من الحلقة الخلفية من تحت الخيط، الخيط ده عندي اهو فوق، المفروض ان همشي بيه جوه الغرزة بتاعتي، يعني المفروض ان هو يبقى جوه الغرزة، مش انا بدخل الإبرة كده وباخد لفة واطلع، دي الغرزة بتاعتي اهي، باخد لفة واخرج كده. طيب انا عايزة الخيط يبقى جوه الغرزة بتاعتي، يعني ايه؟ يعني ادخله من ورا الشغل بتاعي كده، ادخل بالإبرة بتاعتي في الحلقة الخلفية بتاعت الغرزة، وعدي من تحت الخيط، من تحت الخيط اخد لفة واطلع كده. بقى الخيط فين؟ الخيط بقى جوه الغرزة اهو، بقى بين الحلقة وبين اللفة الأخيرة اللي هاخدها، صح كده؟ ادي غرزة الحشو الأولى اللي أنا عملتها، بقى الخيط فين؟ الخيط جوه الغرزة. حلو كده؟ طيب هعمل ايه تاني؟ في نفس الحلقة نفس الغرزة، وهشتغل غرزة كمان حشو. ادي كده غرزتين حشو، الخيط بقى اللي انا معلمة بيه ده انا هشيله واحطه فين؟ في اول غرزة انا اشتغلتها هنا اهي، علشان دي اول غرزة في السطر الاول بتاعي، صح؟ مش دي اول غرزة في ال 12 غرزة انا عملتهم اهي؟ اول غرزة انا اشتغلتها دلوقتي هي دي اول غرزة في السطر الاول. طيب سمي بالله واشتغلي بالراحة، ما تزهقيش، ما تتخنقيش من كتر الخيوط اللي في ايدك، كل ده في البداية بس لحد ما تتعودي تمسكي الخيوط في ايديك.
دي لوحدها بتاخد وقت شوية علشان تتعلميها، مش سهل انك تمسكي كل الخيوط مع بعض وتتحكمي فيهم، لكن لما ايدك تتعود عليهم هتلاقيها حاجة انت بتعمليها بدون ما تفكري فيها. كل اللي هيجي في دماغك دلوقتي، لا ده الخيوط كتير، لا ده الخيوط بتتعقد مني، ده انا مش عارفة امسكهم بيفلتوا من ايدي، لا انا زهقت، كل دي وساوس الشيطان مش عايزك تتعلمي. لكن انت سمي بالله، اهدي، ركزي، واصبري. الصبر اهم حاجة في الشغل ده. عايزة تطلعي شغل مظبوط، معمول صح، معمول بمزاج، الصبر والتركيز دول اهم حاجة. تمام كده؟ طيب انا عملت غرزتين في اول واحدة، هعمل ايه تاني؟ الغرزة التانية ادخل فيها واعمل غرزتين تاني، هو عشان اعمل ال 12 بعدي من تحت الخيط واعمل غرزة حشو. اعمل ايه تاني؟ في نفس الفتحة، في نفس الحلقة الخلفية اللي انا عملت فيها اهي، ادخل من اهي، بصي معايا تاني، انا بدخل من جوه، دي الحلقة الخلفية مش الغرزة، هي معايا كده، واضحة اهي الغرزة معايا فيها حلقتين اهي عند حرف V، انا بدخل في الحلقة الخلفية اللي ورا دي، ادخل في الحلقة الخلفية من تحت الخيط فوق اهو، باخد لفة واطلع اعمل غرزة الحشو بتاعتي. ادي عملت غرزتين من الستة، عملت فيهم اربع غرز. طيب اعمل ايه تاني؟ الغرزة التالتة، بصي معايا علشان ما تغلطيش الغلطة اللي كل الناس بتغلطها، او مش كلهم يعني، اللي متعود منهم يعمل الغرزة بطريقة مقلوبة. غرزة الحشو بتتعمل بطريقة مقلوبة اللي هي بتديكي شكل حرف الاكس. انتي لما بتشتغليها كده اهو، هي يعني مش عارفة هي كده واضحة، عايزين نقربها شوية. لما بتشتغليها كده غرزة الحشو عاملة معاكي شكل حرف V، صح؟ في ناس بتشتغلها عاملة شكل حرف اكس، بتبقى مبرومة على بعضها. اللي بيشتغلوها ازاي؟ بصي معايا كده، بتدخل من الحلقة الخلفية كده، احنا بنعمل ايه؟ بنيجي من تحت الخيط وناخد اللفة. لا، في طريقة تانية اللي هي بتخلي الابرة هي اللي فوق الخيط بتاعك وتسحبي اللفة وتطلعي، دي بتطلع غرزة حشو مبرومة. المبرومة دي مش هتنفع معاكي في التابستري، ليه؟ علشان هتبقى مبرومة على بعضها، الخيط اللي جوه الغرز ده هيبان معاكي، مش هتبقى مقفولة وسادة الفتحات كلها كده، هتبقى عاملة حرف اكس، وكل اللي بين الغرزة والغرزة، بين كل غرزة وغرزة هيبقى في مسافة فاصلة باين فيها الخيط اللي تحت. تيجي تقولي انا ليه انا شغالة الغرزة صح والخيط اللي من جوه باين، اشده؟ هقول لك لا، اوعي، الخيط اللي جوه ده ما يتشدش، ده لو شدتيه القاعده هتقوس. تمام؟ انا ما بشدش الخيط اللي جوه ده خالص. طب بعمل ايه؟ بريح ايدي، ما شدش الخيط بتاعي، ما شدش ده ولا شد ده، واخلي غرزتي مرتاحه. مش مرتاحه اسيب لها علشان تبقى طريه، لا، يعني لما بدخل في الغرزه كده واخد اللفه واطلع، يدوب الحلقة دي بتعدي الإبرة، ولا هي واسعة قوي ولا هي مشدودة قوي وضيقة، يدوب مقاس الإبرة تعدي كده، تبقى حرة الحركة فيها، واخد لفة واطلع، يبقى يدوب الغرزة بتاعتي قافلة على الخيط، ولا هي واسعة وطويلة ولا هي قصيرة ولما الشغل ومقوساه. طيب ادي الغرزة الرابعة، عملت غرزة حشو، وادي الغرزة التانية بتاعتها. الغرزة الخامسة، في الحلقة الخلفية وادخل، باجي من تحت الخيط اللي بسحبه، من تحت الخيط واسحب، اعمل غرزة حشو وادخل تاني في نفس الحلقة واطلع اخد لفة كمان. طيب الغرزة اللي بعدها اهي، هندخل نعمل غرزتين حشو في نفس الحلقة، اشتغل فيها غرزتين كمان علشان يبقى 12 غرزة معايا، ويبقى ده السطر الاول بتاعي اللي هبني عليه كل الشغل بعد كده.
ادي الغرزة رقم 11 وادي الغرزة رقم 12. هقفل السطر، ما بقفلش السطر زي ما قلنا، ما بقفلش السطر، بفضل شغالة طول الوقت حلزوني كأني ماشية في سطر واحد ملوش نهاية. كده انا خلصت السطر الاول اللي هو 12 غرزة. اجي اقلب الشغل بتاعي كده، بصي الخيط الالوان مش باين من ورا ليه؟ علشان انا لما بايدي اهو، لما بايدي ما بسيبوش لورا، ما بشدوش، سايباه مرتاح. بعد ما بخلص، كل ما اخلص سطر لازم افرد الغرز واريحها كده، ما اسيبهاش مشدوده. الخيط في ايدي اهو، البدايه دي سيبيها، هنتخلص منها بعد شويه، ما تلخبطيش نفسك. خيطك في ايدك واشتغلي في الغرز، خلي عينك على الغرز بتاعتك ومالكيش دعوه بالخيوط اللي نازله دي، ما تلخبطكيش. انا كده خلصت ال 12 غرزه بتوعي اللي هما السطر الاول، اللي كل غرزه فيهم هتطلع بقسم لوحدها في القاعده، صح؟ اللي انا هستمر عليهم طول القاعده، كل قسم من دول هزود فيه غرزه، يعني كل غرزه من ال 12 دول هي هتزيد لحد ما تعمل لي جزء كامل في القاعده بتاعتي، زي ما شرحنا في طريقه التزايد في البطرون. طيب ال 12 دول انا لما ازودهم السطر اللي جاي هزود ايه؟ هزود، انا قلت 12 جزء للقاعده، كل جزء هزود فيه غرزه، هم 12 غرزه، هزود على كل غرزه غرزه، يعني هيبقوا كام؟ 24 غرزه، كل غرزه هطلع فيها بغرزتين.